بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا درس أيضا تمرين للمبتدئين والهواة، هو نتعلم مقدمة المقاطع الموجودة، مقدمة ألف ليلة وليلة للسيدة أم كلثوم. طبعا هي من مقام الفرح فزة، وهسه نوضح المقام وبعدين نجي نشرح المقاطع مالتها واحدة واحدة. مقام الفرح فزة هو من عائلة النهاوند، يعني النهاوند من الصورة على درجة الصول، بحيث بالصعود ما ياخذ فاديز مثل ما النهاوند ياخذ سي طبيعي بالصعود على الدو، فيسموه فرح فزة. هذا هو المقام، صول لا طبيعي، سي بيمول، دو، ري، مي بيمول، فا، صول، ويرجع. واضح؟ هذا هو مقام الفرح فزة. وعلى أوكتاف الجواب أيضا صول لا سي بيمول دو ري مي بيمول فا صول. هذا هو مقام الفرح. فعندنا الأغنية تبدي بهذا المقطع، هاي أول جملة تبدي من صول، شوف ثلاثة صول دو لا سي سي، واضح؟ هذه أول جملة تبدي بهذا الشكل، وراها أيضا تنعاد صول صول صول، ثلاثة صول 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 دو لا سي سي صول مرتين، واضح؟ بس أنت من تعزفها لا تعزفها بطريقة الليجاتو، يعني هذه العزف العادي يسمون ليجاتو، أنت أعزفها بشكل استيكاتو. هذا اللي هاي الحروف جاي يعزفوا هذا العزف يسموه استيكاتو، هو معناه تقطيع القوس على هذا. شوف هذا العزف، هذا يسموه استيكاتو، واضح؟ هاي طريقة الاستيكاتو، فتعزفها بطريقة استيكاتو، يعني لا تعزفها. مو حلوة هالشكل يصير، أحلى هالشكل. واضح؟ هذه الجملة الأولى، عزفها بهذه الطريقة. ش راح تجي وراها؟ فا مي مي ري ري، تجي. فا مي مي ري ري دو دو سي سي لا سي، هاي الجملة الثانية. فا مي مي ري ري دو دو سي سي لا سي، واضح؟ واضحة؟ تجي بهذا الشكل، بس مو تعزف لي اياها هالشكل، ما اريد، يعني فا فا مي مي ري دو، مو هالشكل يصير، هالشكل يصير، يعني مو تقطع لي اياها مي مي ري دو بهذا الشكل. وراها شرحت جهنم من ياخذون صول صول دو، ياخذون هاي تنعاد مرتين، وراها ايش تجي؟ صول مي فا مي ري، شوف صول مي فا مي ري، وراها ايش تجي؟ تجي
فا صول مي ري ايته فا صول مي ري واضح واضحه ف ايش راح يجي وراها راح يجي وراها هذا الجمله هاي اربع مرات يعني الصول شوف صو 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 الصين هاي واحدة صو 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 أربع مرات الصين بالخامسة تبدي خمسة صفر صو فا فا مي مي ري ري دو دو سي سي لا لا صو صول واضح بالخمسة صفر هالشكل يعني عندك أربع مرات هاي واحدة اثنين ثلاثة أربعة شوف so 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 fa fa mi mi re re do do si si la so so هالشكل الصين واضحة فهسه من تريد تجي تعزف مجتمعة راح تصير بهذا الشكل أعتقد هسه جدا واضح مو هذا المقطع الأول نجي إلى المقطع الثاني هنا راح يتغير الإيقاع يصير 4/4 طبعا هو كان 2/4 راح تجي هاي الجملة راح تجي هاي الجملة شوف يعني يصير صو صو لا سي واضح راح يصير هالشكل هذا البار الأول صو صو لا سي ري دو ري ري واضح هالشكل يصير صو صو لا سي ري دو ري ري وراها شو يصير دو ري دو سي لا سي دو ري أعيدها واضح دوري وراها تجي سي دو سي لا صو لا سي دو أعيدها صو لا سي دو عفوا سي دو سي دو سي لا صو لا سي دو وراها تجي لا سي لا سي لا سي لا صول لا ري صول لا لا سي لا صول لا وتنعاد مرة ثانية تنعاد مرة ثانية فبصورة مستمرة إيش راح يصير راح يصير بهذا الشكل Thank you.
هسه ايضا بسيطه يعني ممكن تعزفها. يعني انت يوميا لو تتمرن على جمله مقطع فخلال 4-5 أيام ممكن تضبط هذه المعزوف. المقطع اللي وراها ايش راح يجي؟ هنا راح تجي التقسيمه مال الكمان. تقسيمه الكمان شلون راح تصير؟ بالبدايه من هنا طويلة صولا سي، زين بعدين لاهم طويلة سي لا صول، يوف صولا سي لا سي لا صول. هاي الجملة الأولى، وراح شرحت تجي الجملة صولا سي دوري. شوف تعال يا صولا سي دوري، وراح تجي سي دو سي ري دو سي دو، وراح تجي دو سي لا سي لا صولا صولا. شوف دو سي لا سي لا صولا صولا، بعدها تجي دو سي لا سي دو سي لا صول. واضحة هذه الكلمات. بعدين تجي هذه صول صو فا مي ري دو. شوف مرتين هنا صول فا، هاي فرقة الصول، هو ياخذ مرتين بعدين فا. شوف هنا من ياخذ فا فا مي ري دو لا، شوي طويلة لا لا سي دو ري دو سي لا صول. واضحة تصير بهذا الشكل، فمستمرة راح تصير بهذا الشكل القطع. أعتقد هسه أيضا واضح. المقطع الآخر راح يرجع، هاي شرحناها مال صو صو لا سي دو صو صو لا سي ري ري دو ري ري، هاي شرحناها راح يرجع لها. هنا أيضا راح يتغير وراها الإيقاع. إيش راح تجي؟ راح تجي هاي الجملة اللي هي المقطع يجي بهذا صو صو لا سي دو سي. صو لا سي دو سي ري دو دو سي سي لا صو لا سي. عفوا ري دو دو سي سي لا صو لا سي، فصير مستمرة بهذا الشكل. صو لا سي دو سي ري دو دو سي سي لا صو لا سي، وراها تجي دو سي سي لا لا صو سي صول
دو سي سي لا لا صو سي صول. واضح؟ تنعاد بهذا الشكل ويعيدها هنا مرتين. واضح؟ تنعاد بهذا الشكل مرتين. صولا سي دو سي ري دو دو سي سي لا صولا سي دو سي سي لا لا صو سي صول هالشكل. وراها ايش راح تجي؟ ري مي ري دو ري مي ري دو سي. شو ري مي ري دو ري مي ري دو سي؟ واضح؟ وراها ايش تجي؟ شوف هنا سي دو سي، هنا تحويل الريسر بمول، تاخذه بالرابع هنا. شوف سي دو سي، شوف ري دو سي، شوف هنا بالرابع تاخذه، هاي تحويله. اعيدها وبعدين تجي لا سي دو سي لا صو سي صول. واضح؟ اعيد بس هاي هسه. من يجي ياخذ هذه، من ياخذ هذه الجمله ري مي ري دو ري مي ري دو سي سي دو سي ري دو سي لا سي دو سي لا صو سي صول. واضح؟ فبالاستمرار يصير بهذا الشكل، اعتقد واضحه. براها يجي مقطع شو اسمه الجيتار. مقطع الجيتار احنا راح ناخذه على العالي. ليش؟ لانه عندنا فاديز يوصل، بالكمان ماكو فاديز هنا، صولو خلاص وفاديز احتاجه، فاضطرها على العالي. ايش راح تاخذه؟ هم تمرين لك على وتر الري هنا، لان هنا دائما الطالب يصير ضعيف بهذا الوتر. فهنا الصولو مال الجيتار راح يصير بهذا الشكل، صول فا مي ري ري مي فا صول صول. شوف فا صول صول فا مي فا مي ري دو سي لا صول. واضح؟ بعدين تجي ورا سي سي لا صول. شوف هنا لا دو سي لا صول فا صول سي، هنا فا ديز، يعني راح تصير الجملة بهذا الشكل مال الجيتار. احنا قلنا صول فا مي ري ري مي فا صول 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 فا مي فا ري مي فا صول صول ري دو سي لا صول لا دو سي لا صول فا صول سي. وراح تطلع الفرقة بهذه، تنعاد هذه. واضحة؟ أيضا راح تنعاد. وهسه بالاستمرارية ننزفها تصير بهذا الشكل.
اعتقد هسه جدا بسيطة وواضحة. وراها راح تجينا هذا المقطع، يرجع الإيقاع يتغير هنا، يرجع الإيقاع يتغير، فراح تجي هاي الجملة، راح تجي هذه شلون تنعزفها؟ من لا لا سي دو ري دو سي دو سي لا سي لا صو لا سي سي لا صو لا سي دو ري دو سي ري دو سي ري دو سي دو سي لا. فيصير بهذا الشكل، شوف من لا لا سي دو ري دو سي دو سي لا سي لا صول لا سي دو دو سي لا. فهي ماكو بها سكتة، فصير مستمرة بهذا الشكل. واضحة؟ وراها نفس اللحن بس يبدي على الري، تجي منا ري مي فا صو فا مي فا مي ري مي ري دو ري مي فا صو فا مي فا مي ري. واضحة؟ أعيد ري مي فا صو فا مي فا مي ري مي ري دو ري مي فا صو فا مي فا مي ري ري مي فا صو فا مي فا مي ري مي ري دو ري مي فا صو فا مي فا مي ري. وحاول ايضا تاخذها هنا واضح؟ وراح تجي وراها عاد هذا تعاد أربع مرات، اثنين ثلاثة أربعة بالخمسة. شفت مقطع، يعني هاي المقاطع البسيطة على كيفك، هي مفصلة يعني، وحتى كل مقطع له إيقاع خاص ممكن تتمرن عليها. لو كل مقطع ظل بيومين تتمرن هم راح تحفظها، وهو تمرين على مقام الفرح فزة. بهنا ينتهي درسنا اليوم، ومع السلامة.